متوقع مشاهدينا أن تعلن شركة فيسبوك عملاق شركات التواصل الاجتماعي في خلال مؤتمر كونكت السنوي الذي تقيمه في 28 من أكتوبر تغيير اسمها رسميا. فما هي الأسباب الحقيقية وراء إقدام الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ على هذه الخطوة؟ الجواب لدى الخبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي علياء حكيم مباشرة من تونس. يا علياء توحشتك. حتى أنا توحشتكم برشا برشا برشا. صباح النور توني، صباح النور للسادة المشاهدين والناس اللي تبع فقرة السوشيال ميديا دي مع في برنامج صباح النور. الوقت ضيق لأن التاكسي تأخر، هودي عيون الحساد على مقابلات عليا وتوني، بس بشكل سريع لنبدأ بالأهم يا عليا. ليش برأيك ما هو السبب الرئيسي لتغيير فيسبوك اسمه؟ هي برشا أسباب. نتفكروا صارت مصائب على فيسبوك في السنوات الأخيرة، اتهامات بتأجيج حروب، بمحتوى ذو كراهية، بعدم الاكتراث للتقارير النفسية اللي موجودة وتندد بأنه المراهقين معناتها متأثرين برشا بالإنستغرام اللي هو تابع لشركة فيسبوك، والعطب الأخير اللي صار واللي العالم الكل شاهده لكل خاصيات وإلا كل صفحات التواصل اللي تلمها شركة فيسبوك. هذا الكل معناتها خلى انطباع سيء لدى المستعملين والرواد المواقع التواصل الاجتماعي. كانت سنوات صعبة على فيسبوك، ومعناتها نحن نجزم تقريبا انه الحكاية هذه عندها 3 سنوات تطبخ على نار هادئة، ويمكن القطرة اللي افاضت الكاس هو اللي صار العطب اللي صار. فكان لابد من تغيير هذا الانطباع السيء لدى رواد صفحات التواصل الاجتماعي للفيسبوك، وتغيير الاسم كشركة تولي شركة تكنولوجية كبيرة تضم برشا خدمات منها خدمة صفحة التواصل فيسبوك. نعم، وطبعا هنا تقصدين علياء تصريحات فرانسيس هوغن مسؤولة المحتوى السابقة التي انشقت عن فيسبوك متهمة فيسبوك بالكراهية. بدي أسألك أنت كخبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ومع اطلاعك، هل ظهر اسم أو ملامح اسم ما كان فيسبوك يعني مع حسرة من أولى سابقا، ما هو الاسم التالي؟ هو فما تكتم كبير على الاسم حتى بين قيادات الشركة، لأنه ما تعرف العنصر المفاجأة هو باش يكون العنصر التسويقي الأهم للشركة هذية، والمدير التنفيذي مارك زوكربيرغ يعني مهم جدا ليه الاسم. ولكن حسب المعطيات الأخيرة فما كلمة أوريزون واللي هي مستوحاة من النظرات الواقع التعزيزي والتطبيق اللي خاصة به اللي تم إنشائها من شركة فيسبوك. فكلمة أوريزون تدور حولها اسم الشركة، ممكن معها كلمة أخرى، معها عبارة أخرى، ولكن الشكوك هكا مازالت موجودة على كلمة أوريزون، ويمكن لتكون كلمة فقط للتضليل على الاسم الحقيقي للشركة. لأنه سمعنا أيضا من زوكربيرغ أن فيسبوك تطور حاليا منصة تواصل افتراضي اسمها Horizon Worlds أو عوالم الآفاق، وكمان ملتقى افتراضي اسمه Horizon Workrooms أو آفاق غرف العمل. ربما من هنا أتى هذا الترجيح، ولكن السؤال أيضا يطرح نفسه علياء، هل ستحافظ فيسبوك على اللوجو أم مع تغيير الاسم ستتغير أمور أخرى؟
لوجو صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك أظن أنه اللوجو بش يكون يعني موجود وقائم الذات ولن يتغير، لأنه ما تعرف مثلا صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك عندها اللوجو متاعها، والواتساب عنده اللوجو متاعه، والإنستغرام عنده اللوجو متاعه، واللوجو تغييره يتطلب معناتها عمل كبير وسنوات من الريبراندينج، يعني باش نعاود نغير نظرة كاملة واستراتيجية كاملة. فصعب هم يحبوا يخليوا كما صار مع جوجل في 2015 شركة ولات اسمها ألفابت، برشا ما يعرفوش الاسم، ولكن يعرفوا انه سناب شات اللوجو متاعه، وجوجل اللوجو متاعه، ونست اللوجو متاعه. فنظن انه باش يكون فما لوجو للشركة الام اللي باش تجمع كل صفحات التواصل الاجتماعي وكل التكنولوجيا اللي باش تقوم بها الشركة هذه جديدة، منها تطبيق فيسبوك اللي سيحافظ على اللوجو متاعه اللي نعرفوه الأزرق. في دقيقة أخيرة لابد أن نطورها لمقابلة لاحقة معك عليا، ما علاقة تغيير الاسم بالميتافيرس التي أعلن عنها زوكربيرغ أيضا، والتي من شأنها أن تخلق 10,000 وظيفة لأناس من الاتحاد الأوروبي؟ به تفسير صغير، الميتافيرس هما مساحات معناتها من العالم الافتراضي يمكن للناس الولوج إليها أو الغوص فيها. احنا كنا في محتوى عادي نتفاعل رياكت نلايكي نكومنتي، توا فما الميتافيرس وهو بكل بساطة المستقبل في العالم الرقمي. اليوم يمكنك مثلا حضور كونسرت ميوزك لأريانا جراندي في لعبة فورتنايت بشخصيتك الوهمية في الفورتنايت. الحاجة هذه هي المستقبل في العالم الرقمي، وعادي جدا انه شركة مارك زوكربيرغ تحب تكون سباقة، وهو ما يفسر حقيقة هالولوج لشركة أم تكنولوجية كبيرة تضم كل شيء، منها فيسبوك، منها انستغرام، ومنها كل ما سيتم تطويره في هالبيئات الرقمية اللي باش تكون افتراضية، وعززتها التكنولوجيا متاع الفيرتشوال رياليتي أو الواقع التعزيزي. لا بدنا نغوص أكثر وبدنا مقابلة أخرى معك، اسم الله عليك بهالوقت الضيق، دائما موادك غنية علياء حكيم. عذرا على ضيق الوقت، نذكر بأنك تحدثيننا دائما من تونس العزيزة تونس، الخبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي علياء حكيم، شكرا برشا. يعيشكم وإلى اللقاء القريب. إن شاء